اهلا بحضراتكم من جديد خلينا نشاطر كابتن محسن صالح رئيس اللجنه الفنيه او لجنه التخطيط لكره القدم في النادي الاحزان لوفاه شقيقه تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته والنادي حرص على مشاطره الكابتن محسن صالح والتعزيه له في وفاه شقيقه ربنا يا رب يتولاه برحمته للكابتن محسن واسرته خالص التعازي والدعاء بالصبر والسلوان ان شاء الله الحقيقه امبارح معجزه التنس